بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم إن شاء الله سوف نتكلم على ما يخص الشبكة للمياه الداخلية للمنزل. طبعا هنا قد حددنا الأسباب الشائعة والأكثر شيوعا مما يعيد عليه بعض سكان المباني، وهو الانسداد الذي يحصل في شبكة المياه الآتية من الخزان العلوي إلى المطبخ أو الحمام. هناك طريقتين. الطريقة الأولى هو استخدام عملية تنظيف المحبس الخاص الرئيسي للمطبخ وما يسمى محبس دفن. نعم، طبعا هذا محبس الدفن كما تلاحظوا هذا القلب الخاص بمحبس الدفن، وكيف طريقة الفك منه. نلاحظ من هنا في هذه الصورة الذي أولا نحاول إخراج القبضة الخاصة بمحبس الدفن، ثم نقوم بإحضار مفتاح خاص بالسباكة ونفتح الماسورة المثبتة والحامية للمحبس، ثم نأتي بمفتاح كما تلاحظوا هنا، وعبارة عن مفتاح خاص لفتح محابس الدفن وهو مقاس 17. نقوم بفكه أو فتحه من الثقب أي القلب الخاص بالمحبس الدفن، ثم نأتي بأداة سلكية دقيقة لمحاولة فك الثقب المسد. هذه الطريقة متى تكون؟ عندما يكون هناك أثر للمياه إما عبر تقطير أو ضعيف في المياه، فهذه الطريقة الأفضل للتخلص من الانسداد. نعم، أما إذا كان الانسداد معتم ولم يحصل هناك أي وجود للانخضرار للمياه، فيجب علينا الطريقة الثانية وهي استخدام دبة الغاز. نعم، هذه دبة الغاز نحضرها ثم نأتي بلي الخاص بدبة الغاز، ثم نصله إلى أي بزبوز خاص بهذه المنطقة، إما أن تكون حمام أو يكون مطبخ. بعد إقفال أو إغلاق أو استرجاع محبس الدفن، نقوم بتوصيل هذا اللي إلى أي طرف خاص ببزبوز. نحاول نفك أي بزبوز ثم نوصل التيار أو تدفق الغاز من خلال الفتحة الخاصة بهذا البزبوز. من هذا الناتج نقول بأن قوة الضغط للغاز بعد تغليق البزابيز الكاملة بما يخص المطبخ أو الحمام، مما يتجه الغاز نحو التانكي العلوي كما نلاحظ هنا، هذا التانكي العلوي. وعندما يكون هناك نتيجة للمفتاح نسمع هناك فقاعات للمياه، دليل على وصول الهواء إلى التانكي، ثم نقوم بفتح هذا اللي ونعيد البزبوز، وإن شاء الله يتم التخلص من الانسداد ويعود المياه إلى طبيعتها. طبعا هذا بالنسبة ما نحضره، لكن هناك في المزيد من التفصيل تجدونه إن شاء الله في المدونة التابعة للقناة التعلم الذاتي، وسوف نضع الرابط في أسفل هذا الفيديو. نتمنى أن قد استفدتوا من هذا الفكرة، وما عليكم سوى الاشتراك للضغط ليصلكم كل جديد من خلال هذه القناة، أو متابعة المدونة التابعة للقناة وهي من خلال الرابط كما ذكرنا في أسفل الفيديو. شاكر لكم.